هذا نعم، هذه السلبية اللي كنا نتكلم عنها سلبية يعني كبيرة جدا، وهذه هي سبب الهلاك وسبب الدمار وسبب الفساد ليبيا. ودعونا في الحلقة اللي قبل الماضية ربما دعونا أن يخرج يوم الجمعة مناصرة لقضية فلسطين، القضية المركزية للمسلمين. قلنا قضية فلسطين هذه قضية إسلام، قضية دين في الصميم، قضية المسلمين كلهم ليست قضية العرب، وعلى الناس المسلمين كلهم في أنحاء ليبيا ما يقرب من 2 مليار من المسلمين يجب أن يهبوا وأن يغضبوا للقدس وأن يهبوا هبة رجل الواحد، بحيث أنهم يعني يتخذوا إجراءات حقيقية على الشعوب أن تخرج في الميادين بالملايين وليست بالآلاف ولا بالسبعين واحد كما قال الأخ هذا. يعني والله إنه عار على أهل ليبيا وعلى كل بلاد العرب وبلاد المسلمين الذين يقول لا إله إلا الله ويقرؤون القرآن كما قال مليون حافظ، لكنهم يقرؤونه بألسنتهم وتراقيهم وليس هو في قلوبهم، يعني يحفظون حروفه ويضيعون حدوده وأحكامه وحقوقه، فهذا لا يفيد. قراءة القرآن بالحروف هذه كانت الخوارج، ليس هناك من يقرأ القرآن مثل قراءتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يجاوز تراقيهم، يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، فليس لهم دين، يقرأوا القرآن وليس لهم دين. فقراءة القرآن وحدها لا تكفي، القرآن رب قارئ والقرآن يلعنه، القرآن يأمر بالجهاد ويأمر بنصرة الحق والوقوف مع أهله ويعني ترك الظالمين، ويقرأ القرآن ويده مع الظالم ويناصره ويطمع في ماله، ما فائدة قراءة القرآن؟ القرآن سيكون حجة عليه يدخله النار، القرآن قد يدخل صاحبه النار وقد يدخل صاحبه الجنة، ليس بالضرورة كل من يقرأ القرآن القرآن يقوده إلى النار، قد يقوده ويزخه إلى النار. فعلى الناس جميعا المسلمين، هذه المسلمون كلهم مسؤولون على مسألة القدس. بالنسبة للشعوب عليهم أن يخرجوا ويغضبوا غضبة رجل واحد ولا يفتؤون ولا يهدؤون حتى تنكسر شوكة الصهاينة في فلسطين ويتركوا اضطهاد المظلومين. الفلسطينيين تركوهم لعدوهم لقمة سائغة، لا قوة لهم ولا عدد، ومحاصرون من جميع بلاد العالم، محاصرون حتى من جيرانهم من المصريين، يعني لا يكادون يحصلون على ضرورة الحياة، والصهاينة يفعلون فيهم ما يريدون. فعلى الناس أن يقفوا وقفة رجل واحد ويخرجوا ويغضبوا ويندّدوا ولا يركنوا ولا يفتوا ولا يهدوا حتى تحقق آمالهم في نصرة قضية فلسطين. أما الحكام والمسؤولون فمسؤوليتهم أكبر، لا ليس فقط هؤلاء الذين صاروا في بلاد الخليج يعني نزلوا يعني إلى الحضيض و يعني كانوا في أحضان الصهيونية ويدافعون عن الصهاينة ويريدون أن يطبعوا العلاقات معهم ولا يريدون أحدا يؤذيهم ويقومون بزيارات لهم ومجاملات لهم، ويصفون المجاهدين من حماس ومن غيرها يصفونهم بالإرهاب ليرضوا أسيادهم الصهاينة والأمريكان وغيرهم. فهؤلاء والله تحق عليهم اللعنة وسيزول حكمهم، لا يمكن أن يبقى هذا، وإن طمعوا الآن ويعني فرحوا به فعليهم إذا أرادوا الثبات في الحكم وأرادوا أن يكون لهم كلمة عند الله وعند الناس وعند المسلمين أن يرجعوا إلى الحق وأن يرجعوا إلى دينهم ويجاهدوا الظالمين ويجاهدوا الصهاينة، ولا يمكن أن يجاملوهم ولا أن يقفوا معهم وينصروا قضية المظلومين والمستضعفين في فلسطين ويكفوا عن هذه الترهات بأن هؤلاء هم يعني إرهابيون، ويصفون كل المجاهدين وكل العلماء وكل المخلصين وكل الوطنيين في بلاد العرب والمسلمين يصفونهم ويصدرون ضدهم قوائم يسمونها قوائم الإرهاب ليرضوا البيت الأبيض والبيت الأسود وغيره من أعداء الله وأعداء المسلمين. وكل الحكام والمسلمين الآن عليهم أن يؤدوا دورهم، وما يجب عليهم أن يستدعوا السفراء الصهاينة وسفراء الدول التي تدعمها وتحميها وتدافع عنها، ويهددوهم بالمقاطعة السياسية والمقاطعة الاقتصادية وكل ما يملكون من أمرهم. عليهم أن يفعلوا كل ما يستطيعون حتى تبرأ ذمتهم، فكلهم مسؤولون، وتضييع القدس وتضييع فلسطين سيكون يعني نكالا ووبالا وخبالا على المسلمين، وربما ما المسلمون هم فيه من النكبات ومن المصائب ومن الذل ومن يعني الاستكانة ومن تسلط الأعداء عليهم هم بسبب تفريطهم في واجباتهم التي أوجبها الله تعالى عليهم.